أهلا بكم إلى حلقة خاصة في نقطة حوار، الحلقة الجديدة أصحابكم خلالها رشا قنديل. أهلا وسهلا. سيدة عربية كملايين السيدات العربيات، لكنها ليست كملايين السيدات العربيات، فهي وهي فقط من بين السيدات العربيات وقفت قبل أيام لتتسلم جائزة نوبل للسلام، أصغر شخصية تتسلم الجائزة على الإطلاق. هي اليوم في لندن، بالأمس وأول من أمس ومنذ سنوات هي في ساحة الحرية، حيث قادت العديد من الاعتصامات والتظاهرات السلمية مع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في اليمن، ذلك قبل الربيع العربي. أكثر من 80 اعتصاما منذ عام 2006 وحتى اليوم قادتها ضيفتي للمطالبة بإصلاحات حريات للصحافة، حقوق الإنسان، المرأة، حرية التعبير، مكافحة الفساد، تعزيز الحكم الرشيد. كانت في طليعة الثوار الذين طلبوا بإسقاط نظام علي عبد الله صالح بدعوة مبكرة بدأت في عام 2007 بمقال نشرته صحيفة الثوري وموقع مأرب بريس، دعت فيه إلى إسقاط النظام اليمني بشكل صريح. هي أول من دعا إلى يوم غضب في 3 فبراير شباط. ضيفة نقطة حوار وضيفتي على شاشة بي بي سي اليوم في حلقة خاصة، الكاتبة الصحفية رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود، الناشطة الحاصلة على جائزة نوبل السلام في هذا العام، سيدة توكل كرمان. وسائل الاتصال المعتادة بنا والتي ننتظر أسئلتكم عليها وسأتابعها على موقعي وكذلك على موقع فيسبوك وتويتر، بالهواتف النقالة وبكاميراتها وعبر الهاتف. أرقام الاتصال الهاتفي هي 00442077650211 للاتصال الهاتفي، ولإرسال رسالة نصية باللغة العربية 00447934007. أذكركم بسؤالنا المطروح للاستفتاء اليوم، وهو من وحي استضافة ضيفتي: هل تتوقعون دورا أكبر للمرأة العربية في الحياة السياسية بعد الانتفاضات؟ وكل ما نريده هو إجابة بنعم أم بلا. دعوني أرحب مجددا بتوكل كرمان. أهلا وسهلا توكل. شكرا لك. أهلا وسهلا. في الواقع يعني أعتقد أنه يلزمني 3 أيام كي نتحدث عن كل ما أريد أن أتحدث عنه، ولكن دعينا بداية نلقي الضوء على من هي توكل كرمان، من هي الإنسانة توكل كرمان اليمنية، المواطنة اليمنية. هذا سؤال صعب تبدأي فيها المقابلة. توكل كرمان مواطنة يمنية عربية مسلمة، مواطنة عالمية تحلم بالمواطنة المتساوية في ظل عالم خالي من الصراع والنزاع وخالي من الدكتاتوريات. عظيم ومحدد ويطلق يعني يطلق لي العنان كي أبدأ هذا الحوار. الجائزة التي حصلت عليها وهي جائزة نوبل للسلام، لا أستطيع أن أخفي أنه الفارق بيني وبينك في العمر هو شهر واحد. هذا يعني أنك من 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 جيل يعطيه البعض مساحة أنه غير وجه الشرق الأوسط، والبعض الآخر ينحي عليه باللائمة أنه ربما يأخذ الشرق الأوسط إلى حيث لا يعلم أحد. كيف تردين بداية على هذا المنطق المبدئي الذي يأخذه البعض من ثورات الربيع العربي؟ لا أعتقد أن هناك أحد يقول بأن هذا الجيل يأخذ الشرق الأوسط إلى المجهول. الجميع في جميع أنحاء العالم يعلمون أن هذا الجيل الجيل العربي ومعه زملائهم في بقية الدول جيل استأنف مسألة الشراكة مع الشعوب. كان قبل جيلنا مسألة شراكة بين الدكتاتوريات، بين الأنظمة الغربية والدكتاتوريات، الآن مسألة الشراكة مع الشعوب. جيل الحرية، جيل الكرامة، جيل مواثيق حقوق الإنسان، تطبيق مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، هو الجيل الذي قال ليفعل والذي يصنع المستحيل والذي يصنع المستقبل. أنا أتوقع بأن العالم في ظل هذا الجيل الذي يعني جيلنا والجيل الذي بعدنا سيكون أفضل بمعنى الكلمة عما كان عليه من قبل. توكل، أنت أول سيدة عربية تحصل على جائزة نوبل للسلام. هذه الجائزة تذكرنا بألفريد نوبل، وأنت ذكرت ذلك في الكلمة التي ألقيتيها حينما تسلمت هذه الجائزة وقلت إنه كان يحلم بعالم أفضل. نعم. وهذا ما سعيت أنت إليه. هل تعتقدين بأن الربيع العربي وبأن هذه الجائزة في خضم ما يحدث منذ بدأ الربيع العربي في الانطلاق من تونس، لا ينبغي أن ننسى أنه بدأ من بوعزيزي من تونس، هل تعتقدين أن ذلك يدفعك ويدفع غيرك إلى الأمام في دول الربيع العربي؟ جائزة نوبل للسلام هي تحمل أكثر من معنى، وكما قلت لك هو عصر شراكة مع الشعوب. هي تحمل رسالة حقيقية من المجتمع الدولي
شعوب العالم النامية والشعوب العالم العربي وقبلها للشعوب الإسلامية بأننا فهمناكم بأنكم لستم تلك الشعوب الإرهابية والمتخلفة. هي كذلك بأننا سمعنا لكم تحمل ذات الرسالة لشباب الربيع العربي الذي صاح وصرخ في الطرقات هاتفا بإسقاط الدكتاتوريات وهاتفا بإقامة الدولة المدنية الحديثة. كذلك أنها وقفة إجلال من المجتمع الدولي لدور المرأة العربية التي لطالما ظلمت نفسها وظلمها مجتمعها وظلمها العالم بأكمله حينما كان ينظر إليها بأنها مجرد ضحية. الآن ينظر المجتمع الدولي لهذه المرأة بأنها ليست مجرد قائدة حتى في الثورات، هي الصانعة للمستقبل، هي الصانعة للسلام، ولا هناك أصعب من صنع السلام في عالم علت عليه أصوات القنابل والراجمة طيلة الفترة السابقة. فهي نعم جائزة نوبل هي كذلك امتنان من المجتمع الدولي للثورة الشعبية الشبابية السلمية اليمنية، وهي كذلك تقول للشباب الآن الحر، لأولئك الذين يفترشون الطرقات، لأولئك الذين يعيشون في الخيام، لأولئك الذين تنازلوا عن أسلحتهم طواعية وماتوا طواعية وهم يهتفون سلمية تقدير منهم لثورة الشعب اليمني السلمية الحرة. كيف فنعم تردين على من يقول إن الجائزة في جانب منها طبعا دون انتقاص أبدا من قدرك لمن منحوك الجائزة، ولكن البعض يقول إن جائزة نوبل السلام لتوكل كرمان هي مغازلة للمرأة العربية بالمعنى القويم طبعا، وكأنها يعني محاولة للدفع بالمرأة العربية والمسلمة إلى يعني دخول معترك السياسة ودخول معترك الحياة الفكرية وتغيير وجه العالم. هل تعتبرين أن هذه سبة إذا صح التعبير؟ لا، هذه ميزة. يعني يجب على المرأة العربية وقبلها المرأة المسلمة وقبلها المرأة في جميع أنحاء العالم عليها أن تدخل المعترك السياسي، عليها أن تعلم أن هذا واجب مقدس، أن لديها دور حقيقي في بناء مجتمعها، بناء أوطانها، بناء العالم الذي تحي فيه. عليها أن تكون دوما جزءا من الحل ليس جزءا من المشكلة. بالعكس، أنا أرى أن هذه الجائزة التي يعني في هذه السنة أعطيت لثلاث نساء وليست لتوكل فقط، هي كذلك يعني تقول بأن العصر القادم هو عصر المرأة ويجب أن يكون كذلك. لطالما غيبت المرأة وهمشت المرأة وبتدهور وتغييب المرأة عن الحياة العامة تدهورت الأوطان وتدهور معها كذلك العالم. المرأة هي حجر الرحى الذي يراهن عليه الآن المجتمعات الكبرى، وهي الآن المستند أو الركن الأساسي التي يستند عليه مجتمعاتنا العربية في بناء الأوطان. فلا، بالعكس. أنت ذكرتي أربعة خطوات لكي يكون هناك مجتمع قويم، وهذا ما ذكرتيه في كلمتك لدى تسلم الجائزة، وهي نقطة مهمة سأتطرق إليها في سياق هذا الحديث. دعونا نستمع إلى بعض من يريدون أن يتحدثوا إلى توكل من خلالي. حنان إبراهيم من السودان. حنان، أهلا بك. حنان، هناك مشكلة على ما أعتقد في أول اتصال هاتفي. سمية من الأردن. سمية، أهلا بك. سمية، أهلا. سمية، هل تسمعيني؟ أول شيء في البداية تفضل. أول شيء في البداية بحب أهنئ العالم الإسلامي على توكل، على الحجاب اللي ترتديه أمام جميع العالم، ثانية على إنها أول عربية تنال هاي الجائزة. أنا نعم. سؤالي لتوكل، هل تستحق جائزة نوبل بسبب قيام الثورة؟ هل هي تعتقد أن استنادها لجائزة نوبل بسبب الثورات، ولا أنه هي بسبب أنه هي قائدة حقوقية أو قيادة حقوقية في اليمن؟ توكل، هل تعتبري أن هذه الجائزة منحت لك بسبب ما حدث في دول الربيع العربي وأنت قدت جانبا كبيرا من الحراك السياسي اليمني؟ نعم، أم لأنك ناشطة من الأساس ولأنه لك بالفعل تاريخ نضالي منذ عدة سنوات؟ أنا حقيقة لا أحب أن أحتكر الجائزة في شخصي. الجائزة هي حقيقة منحت كما قلت لك لعدة أسباب، وقالها يعني رئيس جائزة نوبل. هي لشباب الربيع العربي، هي للمرأة العربية،
هي كذلك لتثبت للعالم بأن الإسلام ليس عدو للديمقراطية. نعم في جزء منها لأنه كان هناك يعني لجنة نوبل تتابعني منذ بداية 2006 منذ بداية الاعتصامات والتظاهرات، لكن كما قلت لك بأنه لا، لولا ثورات الربيع العربي ولولا دور المرأة القائدة في هذه الثورات، ولولا أن الإسلام فعلا أثبت خلال المرحلة الأخيرة بأنه ليس دين الإرهاب ولا دين التطرف كما كان يراد إظهاره بتلك الصورة من قبل الدكتاتوريات لما حصلت على الجائزة. نعم فاطمة، سؤال آخر. تفضلي 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 سمية. عندي سؤال آخر، هي تتوقع أنه هل هناك رح يبرز دور للمرأة بعد الثورة في اليمن؟ يعني هل هي تتوقع رح تبرز مستقبل اليمن المرأة زي ما توكل تنظر إليه؟ المرأة اليمنية بغض النظر عن هذا سؤالنا لكم كذلك في حلقة اليوم في نقطة حوار سمية، هذا السؤال أيضا مطروح كي تجيبي عنه أنت وكي يجيب عنه المشاهدون والمستمعون الكرام، ولكن توكل أجبت عليه سابقا بأن العصر القادم هو عصر المرأة. أنا متأكدة من أن المرأة ستقود كافة تفاصيل الدولة. طبعا أنا لست من ممن يتحيز لحقوق المرأة وأن المرأة يجب أن تأخذ ما هو أفضل من الرجل، التمييز ضد الطرف الآخر لا يعني. أنا مع المواطنة المتساوية بين الرجال والنساء، بين المناطق، بين الأحزاب، بين حتى الديانات، لكن متوقعة بأن العصر القادم هو عصر النساء، وهذا العصر يتلائم يعني وقوة المرأة ومدى حركتها وتأثيرها يرتبط كذلك بخصوصية العصر الذي نعيشه، خصوصية ثورة المعلومات والتكنولوجيا على غير ما كان من قبل اللي هو عصر الآلة. فالمرأة تميزت خلال عصر ثورة المعلومات والتكنولوجيا، لديها أدوار حقيقية قادتها خلال الثورات الربيع العربي، وسنراها الآن في قيادة الدولة. أنا أتوقع حقيقة أننا سنرى كثير من النساء في جميع تفاصيل الدولة، بدءا من عندنا في اليمن عاقل حارة إلى رئيس الدولة. نعم. فأنا أتوقع ذلك. نعم. فاطمة محمد. فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي فاطمة. الحقيقة أنا أود أن أقول أن العجيزة توكل هي التي أضافت إلى جائزة نوبل. نعم. رئيس نوبل. هذا رأيك أنها هي من أضافت لجائزة نوبل السلام. نعم. قال لقد نفخت فيها روح الشباب. وهي أبعدت عن نوبل كثير من الاستفهام التي كنا نحن نراه نحوطها بها، لأنها منحت إلى من كانوا يعني على عراق التماس مع في التصالح مع إسرائيل. فحينما أعطي التوكل هي التي منحت جائزة هذا التصالح معنا كعرب. فاطمة هذه في الواقع يعني أنا أشكرك لأنها طريقة جميلة لكي توجهني إلى السؤال الذي أردت طرحه على توكل. يعني البعض هي ذات النقطة بالمناسبة التي البعض ينتقدك فيها ربما أنه نفس الجائزة التي حصلت عليها حصل عليها أناس آخرون ربما قد يختلفون معنا فكريا، قد يختلفون أيديولوجيا مع ما نعتقد في دولنا. كيف شعرت أنت؟ هل شعرت بالفعل أنك أنت حصلت على هذه الجائزة ربما يطهر اسم الجائزة إذا صح التعبير؟ كما قلت لك هي مرحلة جديدة بالشراكة مع الشعوب، كانت من قبل هي تمنح لأنظمة ربما ساهمت في السلام وربما ساهمت في زعزعة السلام، لكن الآن هي بداية حقيقية لاعتذار العالم للشعوب بأكملها. أنا لفت نظري جدا من بين ما قلتيه ردك على السؤال الصحفي الذي جعل ربما كثيرون يبتسموا، ردك على السؤال بشأن الحجاب. يعني أعتقد أن الصورة التي قدمتيها بالإجابة على هذا السؤال تبعث رسالة دون أن نقول حتى رأينا فيها، هو أنه ليس كل متدين مسلم هو يعني شخص غير قادر على المنافسة، بالعكس لديه رؤية ولديه فكر. وكيف تردين إذن على من يقول أن الأصوليين ربما يذهبوا بالمنطقة إلى هوة الخطر؟ هذا تخوف غير مبرر، وأنا حقيقة ناقشت فيه كثير خلال جولتي الأخيرة. ثوراتنا قامت ضد التفرد، ضد حكم الفرد والعصبة والعائلة والعصبة.
أن تأتي بهذه الثورة وتشعر أن نتيجتها يجب أن تكون تفرد وأنك تريد أن تقصي أي تيار سياسي كان يميني أو يساري، فأنت تنقلب على القيم التي قامت من أجلها ثوراتك. بالعكس، إذا استطاعت ثورتك والديمقراطية التي ستنتجها الدولة المدنية الحديثة التي تريدها أن تجعل الأصوليين جزءا من العملية السياسية، فهذا نجاح حقيقي. لأن أي تهميش لأي طرف سياسي معناه التطرف، معناه الإرهاب، معناه العزلة عن المجتمع. فعلينا أن نشجع الجميع دون استثناء أن يكونوا جزءا من العملية. هذا كان السؤال وماذا كانت الإجابة؟ والله أنا ما أتذكرش، أعطيني السؤال. السؤال كان بصيغة أو بأخرى، أنت سيدة عربية مسلمة ترتدين الحجاب، ألا تعتبرين أن ذلك يعني قد يخيف البعض أو قد يبعث برسالة ربما لها مفادات مختلفة على حسب ما أتذكر؟ أنا لا أتذكر السؤال لكن أتذكر إجابة جيدة. كانت الإجابة هي حقيقة قد أقول لك أنني لست صاحبة هذه الإجابة، لكنني أعجبتني كثيرا. أنا قرأتها في الإنترنت، أعجبتني كثيرا، وإن لم تعجبني نهايتها، إن لم تعجبني نهايتها لأنها كان فيها تهميش لغير المحجبات. صحيح. وأنا أقول بأنه الوطن يتسع للجميع. نعم. وأنه أي أحد صاحب رسالة وصاحب هدف يستطيع أن يصل إليه طالما ناضل من أجلها. أهم شيء أن تكون مؤمن بهذا الهدف وبهذا التغيير. لا أؤمن بأن الحجاب بإمكانه أن يكون عائقا أمام طموحات الشخص. نعم. أو الإمرأة. ولا أعتقد بأن الحجاب هو حجاب للفكر. كم من شخص لا يرتدي، من امرأة لا ترتدي الحجاب قد تكون غير ذلك، وكم من امرأة ترتدي الحجاب وهي أفضل بكثير من المحجبات. فأكرر بأن هذه الإجابة ليست لي، شكرا لمن نسبها لي، عجبتني كثير لكن نهايتها لا أقبل. نعم. بها توكل. دعينا نتوقف عند نوع آخر من مشاركات المشاهدين والمستمعين، وهو المشاركات المصورة. نبيل صالح من اليمن أرسل لنا بهذه المشاركة، دعينا نستمع إليه سويا. جائزة نوبل للسلام العالمية اليوم كانت من نصيب بنت اليمن توكل عبد السلام خالد كرمان، وهذا اعتراف بسلمية الثورة اليمنية، هي نتيجة لنضال طويل على مدى السنوات الماضية، وهي فخر لكل أحرار وحرائر اليمن، وهو تكريم لهذه المرأة وكل نساء اليمن، هو اعتراف بالربيع العربي، وهو دعم وتقوية للثورة اليمنية السلمية وحتمية انتصارها، في حين أن الشعوب والحكومات تحتفل بحصول مواطنيها على جوائز مثل هذه الجائزة أو غيرها من الجوائز، نجد أن الناطقين الرسميين باسم بقايا النظام العائلي يشككون في الحصول على هذه الجائزة وأنها نتيجة للعمالة للمخابرات الخارجية. مبروك لجائزة نوبل اختيارها توكل كرمان وليس العكس. وقد باركت الجامعة العربية للعرب واليمنيين، ولم نسمع من النظام اليمني أي رد فعل أو أي مباركة لهذه الجائزة غير نشر لإهانات في قنواتها الفضائحية بأنها من تابعة للمخابرات ومن هذا القبيل. فنقول مبارك للشعب اليمني ولكل الأحرار والحرائر والنصر للثورة. أحمد الفقيه يمني مقيم في السعودية ويتحدث عن منح الجائزة لتوكل كرمان. توكل، يعني لأن وقتي في هذه الحلقة للأسف محدود، أريد أن أتحدث معك عن القضية التي أنت بالأساس خرجت للدفاع عنها، وهي قضية اليمن، قضية الحكم الرشيد في اليمن إذا صح التعبير، الوضع الذي آل إليه اليمن الآن ودورك في هذا الوضع، كيف ترين ما يعني الوضع الآن، المبادرة، تنفيذ آليات المبادرة، الشراكة بين الحكومة وبين المعارضة، باعتبار أنك أحد أطراف المعارضة غير التقليدية، المعارضة التي خرجت في شوارع اليمن قبل أكثر من 10 أشهر؟ جيد أنك تحدثت عن مسألة الشراكة بين الحكومة والمعارضة، وهنا نريد أن نضبط المفاهيم والمصطلحات. أولا، من هي المعارضة؟ كانت من قبل المعارضة هي أحزاب اللقاء المشترك والثورة الشبابية الشعبية السلمية الموجودة في الشارع وبعض بقية يعني بعض الأحزاب الأخرى. الآن بعد أن وقع أحزاب المشترك، وليس وقعوا، بعد أن وقع الأطراف في هذه المبادرة وبعد أن شكلوا حكومة الائتلاف التوافق الوطني، هؤلاء الآن ليسوا معارضة. وبالتالي أنا أطلب من قناة بي بي سي ومن جميع وسائل الإعلام ومن حتى أحزاب اللقاء المشترك بأن لا يصوفوا نفسهم مرة أخرى بأنهم معارضة. هم الآن أحزاب حاكمة،
هم الآن ائتلاف حاكم، لا يوجد هناك غير معارضة واحدة ووحيدة وهي الثورة الشبابية الشعبية الموجودة في الشوارع الآن تناضل من أجل تحقيق أهدافها. بالنسبة للمبادرة أو المؤامرة، دعينا نسميها المؤامرة الخليجية وليست المبادرة الخليجية، هذه المؤامرة الخليجية جاءت من أجل إجهاض ثورة الشباب، لم تأتي بحل حقيقي يلبي طموحات وتطلعات شباب الثورة السلمية، بالعكس جاءت لكي تلتف على جميع أهدافهم ومطالبهم. وللأسف الشديد أنه الأحزاب اللقاء المشترك أنها استجابت لكل الضغوطات التي تعرضوا لها من قبل دول الجوار ومن قبل المجتمع الدولي. المبادرة الخليجية سيئة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أو آلية التي تم التوقيع عليها فقط لأنها تمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح أم في آليات المبادرة؟ لا، لعدة أسباب. طيب. هي واحد، لأنها تمنح الحصانة لعلي عبدالله صالح ونظامه. اثنين، لأنها لم تعترف بالثورة الشبابية الشعبية، هي تحدثت عن أزمة بين طرفين الحاكم والمعارضة. هذه الأزمة كانت قبل الثورة، هي جاءت الثورة مللا من الأزمة التي كانت يعني موجودة بين الحزب الحاكم السابق وأحزاب المعارضة السابقة. ثلاثة، الآليات الآن التي تم التوقيع عليها في السعودية هذه تتعارض تماما مع ما قامت من أجله ثورة الشباب من مطالبة بالحرية، بالديمقراطية، بالعدالة، بالمساءلة، بأشياء كثيرة، والتي استندت عليها الوسيلة التي استندت عليها ثورة الشباب في 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 نضالها سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، وهي الحق في التظاهر، الحق في التعبير. تصوري أن هذه الآلية تتحدث عن أنه بعد شهرين، بعد الانتخابات، أنه يتم إزالة الخيام ويتم منع المظاهرات والاعتصامات، وبالتالي حق أصيل، حرية التعبير التي ناضلنا لأجلها منذ 2005 وما قبل 2005 الآن يعني تم تجريدها من قبل هذه المبادرة أو المؤامرة. النقطة الرابعة وهي خطيرة ويجب له التنبه إليها، وهي نحن قمنا من أجل تداول سلمي للسلطة. إذا بهذه المبادرة تتحدث عن مرشح واحد بعد ثلاثة أشهر، مرشح توافقي بمناسبة، مرشح توافقي واحد وسمته بأنه عبد ربه منصور هادي، فأين حق الشعب؟ نائب رئيس اليمني. نعم. فأين حق الشعب؟ أين حق المواطنين في أن حق كل مواطن يمني في أن في في أن يصل للسلطة؟ فهي كما قلت لك هي مؤامرة على 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 تطلعات الشعب اليمني وعلى أهدافه وعلى أهداف ثورته، وهي لا تعنينا بأي حال من الأحوال. نحن لسنا طرف فيها، نحن لسنا طرف فيها، ونحن نرفضها جملة وتفصيلا، لكننا نتعامل مع ما بعض ما فيها من مزايا وميزات، وهذه المزايا جاءت نتيجة لنضالات الشباب وتضحياتهم في الشارع. مثل أعطيك مثل إيش؟ مثل اللجنة العسكرية على سبيل المثال. هذه اللجنة العسكرية مهمة، اللجنة العسكرية يعني مهمة في حال ما قامت بدور معين. إذا قام مهمتها الأساسية هي توحيد الجيش والأمن، إذا قامت اللجنة العسكرية بذلك فهي يعني ستلبي جزء مهم من تطلعات وأهداف الثورة الشبابية الشعبية، لكن الحاصل أنها لم تقوم بذلك حتى الآن، وهي الآن كل جهودها من أجل أن تزيل اللي هو المتارس وال يعني وبعض يعني عناصر التوتر بين افراد الجيش، جيش علي صالح والجيش المنضم للثوره، بينما يفترض ان اول مهمه تقوم بها هذه اللجنه هي اقاله مسؤولي الاجهزه الامنيه والعسكريه، اقاله احمد واقاله يحيى حاليا في انضم علي عبد الله، اقاله عائله علي صالح. نعم. احمد ويحيى وعمار وطارق، يجب هؤلاء الآن يتم إقالتهم، أما أنه يتم ترحيل هذا يعني هذا الشيء يتم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات فلا شيء حصل، بالعكس هم الآن المؤامرة الخليجية تريد أن تفرض شخص معين عبد ربه منصور هادي ليكون هو حاكم اليمن، وهذا هو ليس إلا ديكورا لعلي عبد الله صالح ولعائلته. هذه إجابة مستفيضة لتحليل المبادرة اليمنية من وجهة نظر توكل كرمان. مرة أخرى سأعود إلى موقع تويتر وصفحة نقطة حوار على هذا الموقع، دعونا نتوقف مع سؤال جاء على موقع تويتر حول الوضع في اليمن أيضا. يعني برأي الناشطة توكل كرمان، حتى الآن الثورة اليمنية لم تحقق إنجازات ملموسة على صعيد الدولة وعلى صعيد النظام، هل يلام في ذلك توكل فقط المبادرة الخليجية أم أن صفوف ربما المعارضة التقليدية لم
يعني تأخذ على عاتقها أن تفرد المساحة للشباب الثورة أن يكونوا هم في الطليعة، هل هذه هي المشكلة أيضا؟ هل هذه مشكلة؟ هي المؤامرة الخليجية تحمل جزءا كبيرا من الإشكال، لكن قبلها في خذلان داخلي. أنا أتحدث بشفافية يعني مطلقة. هذا الخذلان الداخلي للأسف الشديد، أنا أعطيك على سبيل في مراحل كثيرة كانت الثورة على مشارف الانتصار، لكن هناك من لا يريد لهذه الثورة أن تنتصر. يعني في جولتي الأخيرة قمت يعني مع شباب الثورة بجهد جبار من أجل تجميد أرصدة علي صالح، وكدنا على مشارف أن يتم تجميد أرصدته في ألمانيا أعتقد، في جميع سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ألمانيا، فرنسا، إلى الاتحاد الأوروبي، كنا على مشارف ذلك. لكن للأسف الشديد جاء تنازل إخواننا وشركائنا الذين وقعوا في حبال المؤامرة الخليجية، فجعل مهمتنا أصعب. نعم لم تقطع الطريق، لكن جعل مهمتنا أصعب، وال يعني الأمثلة السابقة كثيرة. لكن هل هذا معنى أن ثورة الشباب لن تنتصر أو لن تنتصر؟ لا، هناك إنجازات. لا، هي انتصرت. وأنا أقول لك توقيع علي عبد الله، عدد الناس اللي سألوا السؤال ده يعني كم من 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 ما يعني من حيث أعلننا أنك ستكونين معنا؟ هذا هو السؤال تقريبا الذي يتكرر بشكل فائق للعادة، وهو هل تعتقد توكل كرمان أن ثورة اليمن قد نجحت، وهل هي مسؤولة عن إن لم تكن نجحت أو أنها نجحت؟ لا، الثورة هي تنتصر يوما بعد آخر. هو بمجرد أن اندلعت الثورة الشبابية الشعبية السلمية فهذا انتصار حقيقي، لأن هي كانت الإنقاذ الوحيد لكل أزمات البلد. علي صالح أو المخلوع علي صالح لم يوقع إلا لأن الثورة انتصرت. لم يوقع إلا بفعل إرادة الشباب وإرادة الساحات وبفعل كل التضحيات. حتى اللجنة العسكرية الآن التي تم تشكيلها، أنا أكلمك أنه في عندنا الأهداف الثورة هي 4 أهداف، والثورة هي فعل مستمر. أنت ما تقدرش تقول نحن انتصرنا انتصار كامل، أنت لازم تنظر إلى الهدف الأول انتهى، اعملي عليه تشيك. يعني لحظة، أنا لا أريد أن أتطرق إلى مسألة الأهداف الأربعة، والتي بالمناسبة هي أيضا ذكرتيها في كلمتك قبل أن نستمع إلى يعني أحد المشاركين معنا. ثم نتحول إلى هذه النقطة التقنية من وجهة نظر توكل كرمان. مرة أخرى سأعود إلى المشاركات الهاتفية، ومرة أخرى سأعود إلى حنان من السودان. حنان، أهلا بعودتك. أهلا حنان، أهلا وسهلا، تفضلي. تحية ليكي، وأنا حقيقي بحيي توكل، ما بحييها كامرأة، ولكن بحييها كعقل مفكر وكعقل قاد ثورة كبيرة جدا في اليمن. يمكن أنا أتفق معها تماما أن المبادرة الخليجية هي مبادرة ضد الديمقراطية وضد حقوق الإنسان. إذا نظرنا إلى توكل رؤيتك أو طموحاتك السياسية، وأن المبادرة ما أدتكم حق الترشيح، فإلى أي مدى أنتم ممكن تغيروا هذه المبادرة؟ وهي جات من السعودية، وأنا أعرف أن السعودية نظرتها إلى المرأة ما بالعمق الاستراتيجي الكبير جدا لدور الفعال. كيف تستطيعون تغيير الواقع في اليمن، وخاصة أن اليمن الآن يعني تشهد كثير من الإشكالات، وكيف تتجاوزوا أنه ما تحدث حرب أهلية في اليمن؟ فإذا تحدثنا أنه المجتمع اليمني مجتمع قبلي، وكيف تستطيعوا أنتم من خلال تأثيركم القوي أن يستجيب علي عبد الله صالح لقرار مجلس الأمن الأخير في أنه هو يتنحى عن السلطة؟ الشيء المهم الثاني، يمكن تحدثتي إلى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيث في كثير من النقاط الأساسية. إلى أي مدى إيمانك المطلق بأن وزير الخارجية البريطانية يستجيب لهذه المطالب التي قدمت منك لصالح اليمن؟ وإلى أي مدى ممكن المجتمع الدولي ككل يلتزم تجاه اليمن بالمطالب اللي أنت قدمتيها، وخاصة إذا نظرنا أنه إحنا بريطانيا بتركز كثير جدا على مسألة القاعدة في علاقتها مع اليمن. إلى أي مدى، وإنه إحنا عارفين أنه علي عبد الله صالح ما حارب القاعدة، عظيم، بل أداهم الأرض وأداهم الأموال. إلى أي مدى؟ نعم، هذه أسئلة كثيرة ونقط واضحة في الواقع. الأسئلة التي طرحتها حنان على كثرتها، لكنها تتحدث عن الطرف الآخر. يعني المسألة هي يعني تعترف بالمجهود الذي بذل من قبل الثوار في اليمن وربما في دول أخرى، ولكن الطرف الآخر الاستجابة
الاستجابة أولا داخل اليمن، دعينا يعني نقسم المسألة. هذا يقودني إلى النقاط التي معذرة أنني قطعتك فيها، كان هذا لسبب. أنت حددت أنه هناك أربعة مراحل لا يمكن الالتفاف عليها لنجاح أي ثورة. نعم. الإجابة على سؤال حنان. نعم. إسقاط الدكتاتور، إسقاط مسؤولية أجهزته، إقامة مؤسسات الدولة الانتقالية، والانتقال إلى الشرعية الدستورية. نعم. فضل. وهذا يقودني إلى الإجابة على حنان واستكمال نقطتي السابقة. نعم. أولا هي الثورة اليمنية تنتصر يوما بعد آخر، والثورة هي مراحل. نحن انتصرنا في إسقاط الدكتاتور علي صالح، انتهى. نحن الآن لا نتحدث عن مخلوع علي صالح. لما نتحدث عن مخلوع علي صالح نتحدث عن ضرورة محاكمته وعن ضرورة تجميد أرصدته. نحن الآن نتحدث عن مرحلة أخرى وهي إسقاط أجهزته الأمنية والعسكرية. وبالمناسبة هذه المراحل ممكن تكون متزامنة وممكن تكون متداخلة. فإسقاط أجهزته الأمنية والعسكرية، وهذا الآن أنا أخاطب الثوار عبر البي بي سي، عليهم بالإضافة إلى مسيراتهم الآن التي تتجه والتي تطالب بمحاكمة علي صالح وتجميد أرصدته، عليهم أن يطالبوا بالاسم وأن تكون جمعهم ومسميات أيامهم هكذا، أن يرحل وأن يسقط أحمد علي ويحيى وعمار وطارق. عليهم أن يوصلوا هذا الصوت إلى المجتمع الدولي وإلى دول الجوار، لأن هؤلاء يظنون أنه بإمكان أن هؤلاء يبقوا، بأن أفراد العائلة أو أفراد رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بأنهم يبقوا. هذه يجب أن يقوموا عليها. والنقطة الأخرى، وبالتالي هذه ماشيين فيها. في المرحلة الثالثة اللي هي إقامة مؤسسات الدولة الانتقالية في اليمن، حتى مؤسسات الدولة الانتقالية الآن التي أنشئت ليست بفعل المؤامرة الخليجية، هي أنشئت بفعل تضحيات الشباب وإصرار الشباب ونضالهم وجهدهم. هذه المؤسسات سواء اللجنة العسكرية على الرغم من أننا متحفظين على أسماء، أو حتى سواء على مسألة الحكومة الانتقالية التي يرأسها باسندوة، هذه إلى حد ما الآن بدأت تتشكل مؤسسات الدولة الانتقالية. نعم نحن نرفض هذه الحكومة لعدة أسباب، لأنها لم تأتي لغيرت مرضية للشباب، نصفها من الفاسدين ومن المتورطين في جرائم القتل. لكن هي الآن نحن بدأنا ندخل في المرحلة الانتقالية. هل نحن راضين عنها؟ لا مش راضين عنها. هل سنسقطها؟ نعم سنسقطها. كيف سنسقطها؟ ما هي شروط سقوطنا اسقاطنا لاي حكومه او اي مؤسسه انتقاليه لا تكون مرضيه لاهداف الشباب؟ هو مدى التزامهم بتحقيق اهداف الشباب. مثل اقول لك على سبيل المثال، طبعا نحن نتعامل بذلك كما تعامل ثوار تونس وثوار مصر مع حكومه الغنوشي وشفيق. مطلوب من الثوار الان، حكومة باسندوة هي أمام اختبار حقيقي، هل هي مع الثورة الشبابية الشعبية السلمية ولا لا؟ الثوار يذهبوا عليهم أن يذهبوا باعتصاماتهم ومتظاهراتهم إلى أمام مجلس الوزراء، يطالبوا باسندوة برسالة موجهة إلى جميع دول العالم، يطالبهم بتجميد أرصدة صالح وأولاد صالح والمسؤولين الفاسدين، لأن هؤلاء قاموا باستغلال يعني بإساءة استغلال السلطة. هؤلاء بهذا إن لم حكومة باسندوة إن لم تقم بهذا، وإن لم تقم الآن بمحاكمة قتلة المتظاهرين وبالدخول بالعدالة الانتقالية، فيعني ستكون في مواجهة حقيقية مع الثورة الشبابية الشعبية. على ذكر قتلة المتظاهرين، وهذا ليس فقط في اليمن، يعني أتوجه إليك بسؤال بهذا الشأن، لكن سنستمع إلى رضا المعمري بداية من اليمن. رضا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. أولا مساء الخير لك ولسيدة توكل، وأحيي سيدة توكل وأنتهز فرصة وبارك لها حصولها على نوبل. شكرا. وهو شرف تستحقه، تستحق لأنها فككت صورة نمطية شديدة الإحكام، حصرت المرأة وأحالتها إلى قوة معطلة. ولأنها امرأة تتصدر صفوف رجال، حطمت بذلك ثقافة ذكورية أبوية تشكلت عبر قرون طويلة. أنا طبعا من التقولين بتوكل وأنتمي إلى خط تفكيرها، لكن في خطابها في أوسلو شعرت أنها قفزت على الثورة البحرينية أو لم تعطيها حقها. في قالت بأنها إرهاص الثورة، ثم عادت وغيبتها من ذكرها بعد ذلك. أتمنى على الأخت توكل أن تفسر لنا هذا الذي حصل.
شكرا جزيلا يعني لك. وهدف الواقع يعني ده. انا اشكرك على هذا السؤال، لانه ايضا هذا هو كان تحديدا محور ما ساتوجه الى توكل بشانه. هناك ايضا على صفحتنا على تويتر سؤال بذات الشان، ما هي وجهه نظر توكل كرمان في الثوره البحرينيه، مشاركه المراه البحرينيه في الثوره خصوصا؟ لا اريد ان احصر الحديث على البحرين مع كامل الاحترام، لان السؤال كنت تتحدثي عن قتله المتظاهرين. الموقف يشتعل في مصر، الموقف يشتعل على ما يبدو مجددا في البحرين وفي دول أخرى من دول الربيع العربي. هل تعتقدين أن دور المرأة في الثورة البحرينية إذا صح التعبير وفي الثورة المصرية ويصح التعبير سيكون له ذات الزخم الذي حصلت عليه أنت كامرأة أولا وكناشطة أو يعني ناشطة سياسية أولا ثم سيدة؟ لا أريد أن يعني دور المرأة في جميع الثورات العربية بدءا بتونس مرورا بمصر وليبيا وسوريا والبحرين والقادم واليمن والقادم يعني يعني حدش بيعرف فين يعني لسه حدش بيعرف فين لسه. فدور المرأة دور المرأة كبير. إذا حصل يعني كما قلت لك من قبل، هي المرأة أثبتت أنها ليست مجرد يعني ممكن أنها تقوم بأدوار نمطية، هي تدخل صلب العملية السياسية ولا أقدس ولا أقوى من الثورات. يعني ممكن تشوفي مرأة رئيسة، ممكن تشوفي رئيسة، لكن تشوفي مرأة ثائرة وتقود الثورة يعني هذا شيء خيالي. تشوفي أنه امرأة نساء، أنا مثلا على سبيل المثال نساء أنا في تعز قتلت ياسمين وزينب وأروى، هؤلاء قتلت عن طريق يعني قتلنا عن طريق العمد لأنهن قدن الثورة في تعز. وذات الأمر في جميع في القاهرة أنت تعلمي أن هناك مسألة تتفاعل منذ عدة أيام، هذه الصورة وما حدث وإن كانت انتهاكا أم أنها تستحق وكل هذه الأمور. لا أريد أن أحصر المسألة في لا سيدة ما تتحدث في مصر. عن سيدة ما يحدث يعني في مصر أنا يعني ما يحدث في مصر دليل على أن الثورة هي فعل مستمر لا تنتهي بإسقاط الدكتاتور. الدكتاتور إسقاطه هي أول مرحلة، نعم أصعب مرحلة، لكن تأتي بقية الأشياء. ثوار مصر لم يسقطوا بعد الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالعكس استبدلوها بحكم العسكر. بالعكس أنا قلتها ذات مرة وزعل مني بعض الناس بأن هناك انقلاب عسكري حقيقي على ثورة الشباب. فمطلوب إنه وهذا ما يفعله الشباب الحر الآن في مصر، وهم الآن يدافعوا ويحموا ثورتهم من الاختطاف أو المصادر. وما يحدث نعم. وما يحدث هذا على رغم سوءه على رغم ألمه إلا أنه يظهر عظمة شباب مصر والشعب المصري الذي لن يسمح لأن ثورته أن تصادر أكثر من ذلك. ليلى من ليبيا. ليلى أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا ليلى، تفضلي. اهلا وسهلا بك. اهلا بالسيده كارمن التي اصبحت يعني رمز للدور القيادي للمراه في الثورات العربيه. ونحن في ليبيا لا ننسى يوما وقفت في ساحه التحرير في اليمن ونادت يعني الف سلام لبنغازي. صحيح. وانا اتحدث الان من بنغازي. انا لدي سؤال يعني الف سلام. نعم تسمعي ليلى؟ يا بنغازي الف سلام تسمعي؟ تفضلي. نعم. أنا سؤالي يعني هو تردد كثيرا الآن في الحديث عن ثورات الشباب ودور الشباب العظيم في هذه الثورات العربية. ففعلا في تونس وليبيا ومصر واليمن ويعني كان دور الشباب هم من قاموا بالثورة وهم من سبب في إنجاحها لو أن استطعنا القول أن هذه الثورات نجحت. ولكن الآن في مصر يقوم الشباب بالدفاع عن الثورة وأيضا في ليبيا بدأ الشباب مرة أخرى في الاحتصام للدفاع عن ثورتهم. فما رأي كارمن في هذه الثورات؟ يعني هل نستطيع القول بأن هذه الثورات قد نجحت؟ هذا كان سؤالي بالفعل ليلى لتوكل كرمان في هذه اللحظات. وكنت أقول بس توكل أنه أولا أنا مبسوطة من حكاية ثورات الشباب لأن هذا يعني أننا شباب. بس على أي حال يعني المسألة هي الحديث عن ثورات في دول الربيع العربي تقتضي بالضرورة الحديث عن من يشار إليهم الآن بأصابع الاتهام بأنهم أججوا الوضع، بأنهم بخروج الثورة في مرحلة ثانية وثالثة ورابعة هم يذهبون ببلادهم إلى حيث لا يعلم أحد. لا أريد أن أحصر المسألة في سيدة تدافع عن سيدة، ولكن كثيرات من السيدات العربيات في دول الربيع العربي يعني بدأنا يعني يتململنا من مسألة أنهن يستهدفن لأنهن سيدات. فمن واقع أنك مدافع عن حقوق الإنسان مدافع عن حقوق المرأة وتطالبين بحكم رشيد، علقي لو سمحتي على هذه المسألة. بداية أنا أريد أن أعلق أيضا على مسألة مصطلح ثورة الشباب. لما نقول شباب ليس سن معين،
هو كل من يمتلك روح الشباب ومؤمن بأهداف هذه الثورة الشبابية حتى لو كان عمره 80-90 سنة. صحيح. وهذا حاصل في كثير من يعني المشاركين في الثورة الشبابية الشعبية سواء في مصر سواء في اليمن. هناك يعني كبار تفضل يتقال الثورات الشعبية أحسن من الثورات لا الشبابية. لا 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 نبعد منها روح الشباب، الثورات الشبابية الشعبية. فأنا أؤمن وعلى جميع من يقود الثورات أن يعلموا بأن الثورة فعل مستمر، وأنها لا تكفي أن تكون ثورة أولى وثانية وثالثة وعاشرة وإحدى عشر وعشرين حتى يستوي العود. متى هي النقطة التي يقال عندها متى هي النقطة التي يقال عندها هذا يكفي نريد استقرارا؟ إقامة الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية. حتى بعد يعني إقامة الدولة المدنية الحديثة على الشباب أن يظل مستعدا لأن يخرج في اعتصامات وتظاهرات تقول للمسيء أسأت. على المدير إذا هو فاسد يسقط المدير، الوزير يسقط الوزير، وتخرج الفتاوى تنادي بأنه لا يجب الخروج عن الحاكم ولا يجب يعني كل هذه المسائل أنت سمعت إليها. وأنت أعتقد أنك محسوبة على تيار، لا أريد أن أقول إسلامي، هو تيار يعني متدين. وقد ينظر البعض إلى مسألة نضالك وخروجك إلى الشارع وأنت سيدة وأم وربة أسرة وكل هذه المسائل بأنك ربما تؤججين الوضع. إذا قتل شاب بعد أن قلت له خرج في هذه الثورة فأنت مسؤولة مثلا. بداية أنا أعتقد أنه دور الفتوى المناهضة للحقوق والحريات انتهى مع سقوط الدكتاتوريات. كان الحاكم ولا يزال الحاكم الطاغية على تحالف غير مقدس مع علماء السلطة الذين مهمتهم فقط هو إصدار الفتاوى المناهضة لحركة المجتمع، لمشاركة المجتمع، للمشاركة السياسية سواء للرجل أو المرأة. وبالتالي يعني هذا الدور انحسر وفضح علماء السلطان. لا لا يعني لا تلتفتوا لهم علماء السلطان هؤلاء. هذه الانتهابات صح؟ أنا ادخلي على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب انا متهمه باني كافره وزنديقه وانا مقيمه على فيسبوك وتويتر وارى الاتهامات الموجهه اليك. انا اردت ان يعني اسالك السؤال بشكل ربما اكثر يعني تحفظا، لكن لا تلتفتي لها. شوفي على خلاص انتهى. يعني معنى سقوط الدكتاتور معنى سقوط كل شيء حوله من مظاهر الاستبداد وعلى راسها الفتوى والظلم وعلى رأسه الفساد وعلى رأسه إقصاء المرأة وعلى كل المظاهر هذه. يعني لا تريد أن تسقطي الشخص بعينه. صحيح. أنت تريد أن تسقطي منظومة متخلفة هذا الدكتاتور صنعه. وأنا أقول لك حقيقة إن طيلة الفترة السابقة كنا نعاني من هذه الفتاوى ونعاني من علماء هذا من علماء السلطة. نعم. الذين شوهوا الإسلام داخليا وخارجيا، وهؤلاء انتهوا إن شاء الله مع انتهاء يعني الدكتاتوريات. ممدوح بيومي من القاهرة. ممدوح أهلا وسهلا، تفضل. ألو. أهلا وسهلا. أهلا، تفضل. أهلا، أولا أنا بحيي السيدة كرمان، تحياتي ليها وللأسرة الكريمة وتحية خاصة ليها لحصولها على نوبل. طبعا الوضع الخاص هنا يختلف عن اليمن، لأن اليمن عارفين إن هي قبلية غير منطقة. وبعدين الوضع في اليمن في هناك قوة مؤيدة للنظام معلنة أو معارضة ومعلنة أيضا، إنما في مصر قوة مؤيدة للنظام فقط للتغيير. انما اللي بيحصل في مصر ده عباره عن زي ما بيقولوا كل النظام السابق زي ما بيقولوا. ممدوح يعني انت تريد ان تستمع الى يعني تعقيب او تعليق من توكل على ما يحدث في مصر. انا لا يمكنني بس ان استوضح نقطتك، ما هي النقطه التي تريد ان تعلق بها او تسالها؟ هو انا ممدوح تفضل. أنا لي سؤال بس عند السيدة كرمان. تفضل. هل سيدة كرمان هل هناك وفود في الغرب لدعم الربيع العربي بدون أي مصالح لغرب المنطقة؟ أم تكلف الغرب مصالحه حسب اتجاه رياح الربيع العربي؟
يا أخي كلما خطر في بالي سؤال سأله أحدكم. شكرا جزيلا لك ممدوح. هذه نقطة مهمة جدا جدا، يعني تبدأ من الجهة التي منحتك الجائزة، عن الدعم الذي قد يعني يتغير من يوم ليوم ما بين هذه الأنظمة راسخة إلى رفع اليد عنها، إلى وضعها تحت الاختبار، إلى توجيه الناتو ضربات لها وما شابه. كيف تشعرين أنت تجاه النظرة إلى الغرب، وكيف هو يقف من دول الربيع العربي ومن ثورات الربيع العربي؟ أنا حقيقة إذا كانت مصلحة الغرب تصب في مصالح الشعوب فحيا بها. علينا أن نعمل من أجل مصالحنا المشتركة، لكنها كانت قبل ذلك كانت ضد مصلحة الشعوب. الآن بدأ ينسجم الغرب مع مصلحة الشعوب، بدءا بوقوفه مع شعب تونس، مرورا بوقوفه مع شعب مصر وليبيا وسوريا، لكنه لم يفعل ذلك مع اليمن. هو ضد مصلحته، هو الآن يقف ضد مصلحته، هو مش فقط ضد مصلحة الشعب اليمني، هو يقف ضد مصلحته لأنه لا زال يراهن على قوى تلعب بالإرهاب وتزرع القاعدة وتؤجج الفتن، يعني وتصدر القلق للعالم. هل أفهم منك توكل أن المسألة هي أنه ينبغي أن نكون براغماتيين، يعني أنه إذا كان أحد سيفيد دول الربيع العربي أو سيدعمها ولو حتى لمصلحته فليأخذ منها الثوار مصلحتهم كذلك؟ المصالح المشتركة هي أساس الشعوب، قيام الشعوب، العلاقات بين الشعوب وبين الدول. فما هي مصلحتنا المشتركة؟ أعتقد أن المصلحة المشتركة الآن في المرحلة القادمة هي أن جميع شعوب العالم، وليس شعوب العالم العربي، جميع شعوب العالم تتمتع، يجب أن تتمتع بالحرية والديمقراطية، لأنه عصر الدكتاتورية انتهى، عصر الكره وعصر البغض وعصر الأسوار التي تفصل بين الديانات وبين القوميات وبين المناطق وبين انتهى. الآن ما هي المصلحة؟ المصلحة كيف أن احنا نستطيع أن احنا نعيش في كوكب واحد في ظل قرية كونية صغيرة. العالم يتغير، فأنا أعتقد أن الغرب بدأ يفهم ذلك. إيش مصلحته؟ نفط، ما نفط كذا. طيب. بالأخير كيف ممكن أنك تتحالف مع الشعوب؟ أنا أعتقد أنه موقف الغرب من ثورة تونس كان عظيم وحقيقة أعطى الأمل لجميع الشعوب. حين يقف أوباما ووقفت الأمم المتحدة نحيي شجاعة وكرامة الشعب التونسي، هذا نحن لا نجده الآن، لا نجده الآن في اليمن. ومع ذلك أنا أريد أن أؤكد على شيء معين، لأني لا أريد أن أصدر شوية مشاعر إحباط بناء على كلامي السابق، وأنه الثورة اليمنية التي انتصرت واستطاعت أن تسقط الدكتاتور، والآن هي تنتصر، والآن على الرغم من هزالة مؤسسات الدولة الانتقالية التي تتشكل إلى أنها أمامها مهام عليها أن تقوم بها، وإلا سيسقطها الشباب سلميا وسيقوموا بتأسيس مؤسساتهم الانتقالية. هذه الثورة عارفة طريقها وستنتصر حتما وستصل. وأنا بهذه المناسبة أريد أن أوجه يعني نصيحة خارج السياق لأحمد علي وليحيى ولعمار ولطارق، نفس النصيحة التي قلتها في يوم 16 يناير من أمام بوابة السفارة التونسية. عليكم أن تستقيلوا قبل أن تقالوا، عليكم أن ترحلوا قبل أن ترحلوا، لأنه لا شيء يقف أمام إرادة الشعوب المتطلعة للحرية والكرامة والديمقراطية، وستبني هذه الشعوب، ستبني البلد، وستستطيع تصل إلى النقطة التي ضحت لأجلها أكثر من 28,000 ما بين جريح وشهيد. توكل، مرة أخرى دعينا نستمع إلى هذه المشاركة المصورة، هذه المرة نبيل صالح من اليمن، هذه المرة أرسل لنا بهذه المشاركة، دعونا نستمع إليه. توكل كرمان تلك المرأة اليمنية التي جسدت المثال الحقيقي الذي ينبغي أن تقوم به المرأة في مجتمعها. نعرف دورها المثالي والنضالي قبل الثورة وحتى الآن، لقد اتخذت من قضايا الناس والدفاع عن حقوقهم همها الأكبر، وهذا كان الدور الأبرز الذي قامت به قبل الثورة. أما مع اندلاع الثورة السلمية التي شهدتها اليمن، فقد عملت ما لم يستطيع المشترك أن يعمله منذ 3 عقود من العراك السياسي، حيث كانت السباقة الأولى إلى ميادين الحرية وساحات التغيير. ليس ذلك فحسب، بل إنها قامت بدور بارز على الصعيد السياسي بحشد الدعم الدولي والإقليمي للثورة اليمنية، فهي التي استحقت جائزة نوبل للسلام بجدارة، والتي عكست الوجه الحضاري وأثبتت سلمية الثورة اليمنية باعتراف العالم. نبيل صالح من اليمن. توكل، دعينا نتوقف مع نتيجة الاستفتاء، سؤال الاستفتاء لليوم في نقطة حوار كما ذكرنا في بداية
الحلقة كان هل تتوقعون دورا أكبر للمرأة العربية في الحياة السياسية ما بعد الانتفاضات؟ النتيجة هي 49% قالوا نعم و 51% قالوا لا، نصف ونصف. 49% قالوا نعم إنما يتوقعوا للمرأة دور جيد. أنا واثقة. أنا واثقة. يعني طبعا هذا ليس استفتاء مبني على يعني على على استفتاء علمي، ولكن هو يعكس آراء المشاركين فقط. لا لا بس كويس، يعني في يفترض إنه في ظل النظرة التقليدية للمرأة إنه يكون 9%، يعني 49، يعني أنا شايفة النتيجة كويسة يعني. فأنا متأكدة من ما الذي قد يغير لكن هذه النسبة؟ تأكدي لا يعني بأنه المرأة يجب أن تأخذ شيئا أفضل من الرجل. المواطنة المتساوية يجب أن تشمل الجميع، لكن المرأة لديها مشكلة هذه في الواقع، أن البعض يعتقد أنه من يطالب بحقوق المرأة، وبالمناسبة الحقوق تؤخذ لا تمنح، ولكن يعني من يطالبون بحقوق المرأة هم يطلبون للمرأة أن يكون لها الغلبة، وهذا ليس صحيح. لا، المرأة الآن بهذه الثورات العربية لم تعد تطالب بحقوقها لحالها، هي تعلم أن حقوقها تأتي من خلال مطالبتها بحق المجتمع بكله. فحقوق الإنسان هي حق، يعني اسمه حق إنسان، لا ليس منسوب لا لرجل ولا لامرأة. فحتى النظرة يعني نضال المرأة من أجل حقوقها في المرحلة القادمة سيختلف. سيختلف تماما عما كان عليه من قبل، قائم من خلال مسألة المواطنة المتساوية، دولة الحقوق والحريات، دولة مكافحة الفساد، دولة سيادة القانون. إذا استطعنا أن هذه الأشياء يعني تكون مجتمعاتنا سوية للرجال والنساء، نستطيع فيما بعد نقول أنه المرأة يجب أن يكون لها في هذا الشيء أفضل. يعني توكل كرمان، لا تزالوا معي. هذا الجزء فقط من برنامجنا، الجزء التلفزيوني انتهى، لكن ستبقى معنا توكل، مشكورة على الجزء الإذاعي على راديو بي بي سي بعد لحظات، وحوارنا لن ينتهي الآن، ابقوا معنا. رقم هاتفنا 0044 2077 6502 11، لا تذهبوا بعيداً.